قالوا انك زوجت بنتك وعمرها 8 سنوات ونزفت وماتت. خبر غير واقع، لا له اساس ولا له صحه. طيب عم محمد كم اولاد معاه؟ كم البنات؟ انا ست بنات ما شاء الله. كلهم متزوجين ولا ما حد؟ واحده مزوجه في ميدي. واحده في ميدي والبقيه؟ طيب لا، يقولون انك كنت هناك وانتقلت الى نعم في ميدي، وبعدين كان عندي بيت خرب يعني. طيب ايش رايك في الاشاعه هذه اللي طلعت عالميا وانه الاشاعه هذه لا اساس لها وهذه ناس يعني ما فيهم خير؟ طيب والناس اللي قالوا لكم يعني انه بنتك توفيت وتغلقت؟ يعني قالوا اشياء كبيره انه بنتك توفيت ونزفت ودفنتها ولا احد داري؟ بعضهم حايدين معي وبعضهم يعني مغرضين لي. انك عداوه مع حد؟ لا ما حد عداوه مع حد. ليش بغوا هكذا؟ ليش يعني افتعلوا الفتنه؟ يعني بينك وبين اي واحد يعني، ولكن هذه ناس بالله منهم يعني سووا لهم الشيطان يعني بهذه الطريقه للمشاكل، عشان يزعجوا يعني الصحافه ويزعجوا الاعلام ويزعجوا يعني المسؤولين ويزعجوني انا. شوف طيب ايش تقول للناس؟ تقول للعالم ايش؟ العالم بيشاهدك ايش تقول لهم؟ سمع العالم يعني هذه الدعايات غير واقعه. بنتك وابناء كلهم في صحه عافيه وسلامه وكل شيء. وكان من الأجانب يتكلم عليه بهذا الخبر. وأنا الآن في هذا الخبر. الناس يقولون عليك ميت، إيش تبي تقول؟ إيش تقولي لهم؟ لا. غير صحيح. أنت طيب أنت تعيشي مع أهلك هنا في البيت؟ مع أمك، مع أبوك، مع أيوه. مع أمك وأبوك هنا ولا وحدك؟ مع أبوك وحدك ولا كيف؟ ها؟ مع أمك وأبوك. معك. تلا، وإيش تقولي للناس اللي قالوا لك عنك ميتة وشغلات؟ أنا. أها. Thank you.